لأنها كانت هذه الصورة تذكارية للترشيح المشترك بين الاتحادات الثلاث. سأشرح لك هذه النقطة. هذا الأمر لم يتخذ فيه أي قرار، وقلت في مداخلتي أن أمر تنظيم المونديال يخص الدول الثلاثة. هناك بطبيعة الحال أجندة، وهناك تواريخ يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وعندما سيتخذ القرار فالجميع سيتعرف على هذا القرار. شكرا. البلدان الثلاث في الفضاء الذي سيحتضنه كأس العالم فيه ما يكفي من الملاعب القادرة على تنظيم أحسن كأس عالم في تاريخ كرة القدم. هذا هو الأمر المهم. الآن العدد بالضبط أنا كنقول لك غيكون هو موضوع العمل التقني اللي غادي يكون في النهاية. البرتغال سي فرناندو من الأول عبر على أن البرتغال غادي تدخل بثلاثة ملاعب. سنجد الصيغة النهائية بإضافة الملاعب لا نتاع المملكة المغربية ولا الملاعب نتاع إسبانيا. واللي أهم أن الفلسفة نتاع إعداد هذا المشروع لا تنبني على مواقف مسبقة، هي هو ترشيح واحد يجمع ثلاثة بلدان وقارتين يمثلان 108 الأصوات داخل منتدم الفيفا. هذا هو المنطق الذي اتفقنا عليه وهو العامل الذي سيحرك عملنا في المستقبل إلى الوقت اللي غادي نلقاو فيه الصيغة النهائية للملاعب والمباريات والأدوار. اللي مهم وأساسي كما قلت ما كاينش مواقف مبدئية، ما كاينش يعني ثقافة مرتبطة بحدود جغرافية. نفكر في إطار فضاء إن شاء الله. اللي مهم أنه عنده كل المقومات اليوم لتنظيم أحسن كأس العالم في تاريخ كرة القدم. أنتم مساء وشكرا على كلمتك الترحيبية. أضم صوتي لصوت زميلين وأقول أننا واحد لا ثلاث نعمل منذ أشهر وربما سنوات ونحاول أن ننظم أفضل كأس عالم في تاريخ كرة القدم، ولذلك نريد أن نكون قدوة للمونديالات القادمة واللاحقة، ونتمنى أن نحقق بفضل كرة القدم السلم، وهذه هي الأرضية التي سننطلق منها وهي أرضية سليمة. شكرا جزيلا. الكوميتي تكنيك الأعضاء من البرتغال وإسبانيا والمغرب ويشتغلون باستمرار، هي لجنة مفتوحة كلما دعت الضرورة لتعميق جانب من الجوانب فكل طرف تجيب الناس الذين يشتغلون في المجال. ملعب الدار البيضاء الكبير هو مشروع أولا وطموح كان في البرنامج منذ سنوات. الآن بطبيعة الحال بإشراف ملكي سامي قطع المراحل الأولى، الأشغال إن شاء الله غادي تبدأ فيه مع نهاية هذه السنة وسيكون جاهزا بعد مضي حوالي سنتين من الأشغال. هو ملعب يستجيب لمتطلبات الدار البيضاء الكبرى أولا بفريقين عالميين عملاقين، الرجاء الرياضي البيضاوي والوداد الرياضي البيضاوي، لأن قليل من الفرق في العالم تستقطب في كل مبارياتها أكثر من 60 ألف متفرج
في الرئيس، وبالتالي فهذا الملعب يستجيب لهذه الظروف، وسيكون إن شاء الله أيضا دعامة إضافية للدعائم الموجودة حاليا في مختلف المدن المغربية، تجهيزات الكروية باش تعزز هذه الدعائم تاع تنظيم كأس العالم في شكل من الأشكال، والشكل الذي سنتفق عليه في المستقبل لا مع الإخوان في إسبانيا ولا في البرتغال بحول الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.